السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مدد اخواننا العمانيين سلطنة عمان، الله يجزاهم خير، يمدون محافظة المهرة بالمؤونات وهذا الاستقبال. هذا نقدر نسميه فريق الخير المرسول من سلطنة عمان الى محافظة المهرة مع محافظ محافظة المهرة، وهنا الاستقبال للشعوب. 7 أصناف مواد غذائية ب20,000 طن محملة في 78 شاحنة لمحافظة المهرة من درية حضرموت الصحراء. بإذن الله تعالى، وهذه المعونات أصبحت متعودة عليها والناس يكونوا بالانتظار. محافظة سلطة محافظة وسلطة مديريات سنعمل جاهدين على توزيعها وتوصيلها إلى مستحقيها بإذن الله تعالى. كل منطقة من مناطق المديريات، ولهذا ستوصل هذه المواد ما تدركم لنا، ستوصل إلى مستحقيها بإذن الله. لن تواجه أي مشكلة. يا جماعة الله يبارك السلطان غابوس وسلطنة عمان، شوفوا المدد ما شاء الله لشهر رمضان، 87 تريلة، 87 شاحنة محملة، شوفوا ما شاء الله كيف حق الجيرة، كيف الأخوة، كيف التعاون، كيف مد يد العون لمحافظة المهرة واليمن بشكل عام. هذه التريلات كلها مؤونة، شوفوا التريلات يا جماعة، هذه 87 تريلة لا أقدر أني أصورها كلها، هذه كلها محملة أرز وسكر ومواد غذائية لكافة مديريات محافظة. حقيقة فعل جدا نبيل وجميل من سلطنة عمان وحكومتها اللي تمد سنويا بهذه التريلات المحملة بالمواد الأغذية. سلطنة عمان متمثلة بالسلطان قابوس صراحة تضرب مثال جدا رهيب لحسن الجوار والأخوة والترابط. سلطنة عمان قبل لا تأكل شعبها وعيالها أكلت جارها، صراحة نقول تحية للسلطان قابوس وشعب عمان على هذه المبادرة الطيبة وعلى هذا عمل كبير رهيب جدا. كم أسر، كم يعني شعوب راح تستفيد من هذه المؤونات من دون إعلام عمان قاعد تقدمها سنويا لمحافظة المهرة. سلطنة عمان بلد خير وله باع طويل في المساعدات الإنسانية، يعمل بصمت وبدون أي ضجيج وبدون إعلام. عسى الله لا يحرمهم الأجر يا رب.